September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. سلام البنات، كيداير لاباس عليكم؟ بخير. صافي بريس ديجا عاوتاني بنكهه رائعه اللي كلشي كتعجبو، الحامض ولا الليمون. بون كنديرو 250 غرام ديال الزبده و 160 غرام ديال السكر صغير، نفس المقادير ديال الصابلي اللي درت في الاول، غير هذا زايدين فيه شي نكهات. من بعد البنات كنزيدو معلقه الى معلقه ونصف ديال نسمه ديال الليمون. نسمه الليمون كتكون سائله، انا تقاو عند مول الحلوى. ابخي جوج صفرت البيض، هنا نسيت ما صورتهمش ليكم، الكاميرا طرا فيها واحد المشكل كما كتشوفوا البنات، وكان مزجو مزيان هادشي الشيء حتى كيولي لنا شبه كريمي. ابخي البنات كنزيدو اللوز، اللوز بودغ، كناخدو 200 غرام ديال اللوز بودغ. هنا ثاني نسيت ما صورتوش ليكم، راك عارفين يد وحده. ابخي كنزيدو الطحين حسب الخليط، هي ما تجيش قاصحه بزاف، وثاني ما تجيش مرخوفه بزاف، يعني تلقى فين يشد المرشم. ابخي كنديروها في السلوفان وكندخلوها الثلاجه لمده ساعه ساعه على حسب كل وحده والثلاجه. ابخي باش كنعمرو هاد الصابلي كنديرو 10 درهم ديال المشمش الجاف، 10 درهم ديال الزين ديال المشمش، كنديرهم فوق البوطه وكنديرو معاهم جوج معالق ديال النابل، جوج معالق ديال الجلوكوز، كنبقاو نحركو حتى كيعطينا واحد النوكه كيولي معلق. ابخي كنزيدو عليهم معلقه الى معلقه ونصف ثاني ديال نسمه الليمون وبيان نسمه الحامض. انا هنا سالت لي ديال الليمون درت الحامض، حتى هي كتجي رائعه البنات. ابخي ما كيطيب لينا صابلي بحال هكا كيكون ماشي محروق، مهم صفر. بالنسبه للشكلاطه البنات زدت ليه شوكولاط ابيض كالا، زدت ليه شويه ديال الملوين غذائي، راه معروف ثاني كتبقاو تزيدو تدريجيا على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. ابخي كنلصقوهم بالجليكوز وكنشدو ديك النوكا حتى كتبرد البنات باش ما تذوبش ليكم الشكلاط، وكنديروها في دوك التكبيط الوسط. كيكون هذا هو صابلي ديالنا، من بعد كنديرو داك الرتوش ديالنا، كنبسم من هنا قادو من هنا نديرو من هنا، وكيجي رائع البنات على حسابي جربوه. وبالنسبه للصابلي هذا راه ديجا حطيت لكم الرابط ديالو، دابا نعاود نحطو لكم هنا في واحد لو اي. كيكون هذا هو صابلي ديالنا اللي كيجي رائع بنكهه الليمون. البنات واحد السؤال سولتو لي واحد البنت بالنسبه للشكلاط، الشكلاط كتلونوه باش مما بغيتو، سواء كحل سواء بيض، كتشريو غير ملون غذائي وكتبقاو تزيدو تدريجيا حتى كيعطيكم هذاك الشيء اللي بغيتو. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وما تبخلوش.